الحد الأول لمذاق الحقيقة هو كالتالي: ما لا يفيد الكائنات في المحافظة على الذات ليس مهما في شيء. الحد الثاني هو: من بين عدة كيفيات مختلفة لتمثل الشيء، يفضل أكثر هذه الكيفيات منفعة، وهي التي حملتها الكائنات معها بالوراثة. وإذا عرجنا على الإنسان فإننا لا نجد أن شيئا ما قد تغير، بل أكثر من ذلك، يمكن التساؤل عما إذا لم تكن هناك بعض الأعراق المنحطة التي تتبنى في مواجهة الأشياء الموقف الذي ينسجم مع الميل اللاواعي إلى الانقراض، أي الاستعداد السلبي للحياة. لكن اختفاء الأشكال القديمة أو البالية ضروري للمحافظة على الحياة. ولهذا السبب للأشخاص المسنين الحق في التعبير عن مللهم وقنوطهم من الحياة وكراهيتهم لها. سيكون من الجائز ذاتيا أن تحتاج الحياة حتى تسمو بنفسها إلى أخطاء كبيرة، لا لحقائق صارمة، إذ أن في الإمكان مثلا تخيل نوع من الوجود يستحيل حتى على المعرفة أن تتمكن فيه من الوجود، ذلك بسبب التضاد بين السيلان المطلق للأشياء وبين المعرفة، إذ أنه في مثل هذا العالم يصبح الكائن الحي ملزما بأن يعتقد في الأشياء وفي الديمومة، وذلك لكي يعيش، وبهذا يصبح الخطأ شرطا ملازما لوجوده، وربما كان الأمر هنا كذلك. لو لم نفترض أن هناك شكلا للكائن متعارضا مع الواقع الحقيقي، لما كان لدينا أي وسيلة لقياس ومقارنة وإعادة إنتاج الكائن. فالخطأ هو شرط المعرفة. إن مفاهيم مثل الثبات الجزئي والأجسام النسبية والعمليات المتماثلة والعمليات المتشابهة هي المفاهيم التي نخطئ بواسطتها الواقع. من الحقيقي أننا لا نستطيع أن نعرف شيئا عن الواقع إلا بتخطئته تشويهه من قبل، وكل معرفة هي بدون شك مطلية بالخطأ. لكن مع ذلك لدينا على الأقل تمثل واحد للواقع، ويوجد ضمن هذه التمثلات العديدة في درجات الخطأ. ورصد درجات الخطأ ورصد الضرورة الأساسية للخطأ كشرط حيوي للتمثل، تلك هي مهمة العلم. والمسألة التي تطرح نفسها هنا ليست هي كيف ينتج الخطأ، بل هي كيف يكون نوع من الحقيقة ممكنا رغم الخطأ الأساسي للمعرفة. إن عملية التمثل يقينية، بل ربما كانت يقيننا الوحيد، لكن ماذا يمثل التمثل وكيف يمثله؟ تلك هي المشكلة.